قال أحد السادة المشاهدين بيقول: ما حكم الصلاة في المنزل؟ وهل إذا صلى الإنسان أو المسلم مع أهل بيته في البيت يعتبر جماعة ويؤجرون على ذلك؟ طبعا إحنا عاوزين صلاة الجماعة دي لها فضل عظيم، ولكن عشان نقول لحضرتك صلاة الجماعة بقى، صلاة الجماعة بتاخد حسنات ليه كتير؟ أولا لمجرد صلاة الجماعة في المسجد بتاخد حسنات 27 درجة، خروجك من المنزل خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. إما بتوصل هناك وبتصلي مع الناس جماعة وبتزود العدد بتاعهم، وإن أنت الملائكة تشهد الصلاة هناك أكثر، بتاخد ثواب. لما أنت بتصافح الناس بعد الصلاة وبتسلم عليهم وتتعرف عليهم وعلى أحوالهم بتاخد ثواب. قد تكون عندك علم فتعطي الناس بعض العلم، أو الإمام مثلا في الصلاة وبيقرأ وأنت حافظ قرآن أو عندك بتاع تفتح عليه بآية، أديك أخدت ثواب. يبقى الذهاب إلى المسجد له ثوابات غير الصلاة. ولكن عاوزين نتكلم على أصل صلاة الجماعة. أنا أصلي في البيت، أولا صلاة الجماعة فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، خلاص أدي مقام الشعائر الحمد لله. بمعنى إيه تاني؟ لو أنا صليتها في البيت صلاتي صحيحة لا أأثم، لأن بعض الناس بيقولوا إيه ده صلاة الجماعة واجبة. بمعنى إيه؟ إذا لم أفعلها في جماعة أصلي، شو بقى أصلي وأثمت، تاخد اسم، يعني أنا بصلي وكمان أخد اسم. قال لك آه، فإحنا بنقول له لا، إحنا مش مع هذا المذهب اللي هو المذهب القليل، إحنا مع جمهور العلماء اللي بيقول الصلاة الجماعة مع الوسيع، مع الوسيع أو مع جمهور وجماهير العلماء اللي بيقولوا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض كفاية، يعني تعملها تاخد ثواب، ما تعملهاش ما فيش ولا عليك ذنب ولا حاجة زي ما بيقولوا. ولو صليت لوحدك في البيت بقى سيدنا بقى صلاته الفزي في واحدة، يعني الفرد في درجة الفزي الفرد واحدة درجة، صلاته في المسجد ب27 درجة. يبقى هي تفاوت درجات، مش بين ذنب ولا ذنب، لا ده تفاوت درجات. ولكن السؤال بقى شق السؤال الثاني، طب انا في البيت وملاحظ من اولادي كده ومن الزوجه ان هي مش مواظبة على الصلاه قوي، ما صلي بيهم، او كمان نفسها تشوف صلاه الجماعه ازاي، او عاوزه تصلي جماعه، ما انا اصلي بيهم امام، ما انت امام بيتك في كل شيء، لماذا لا تكون اماما في الصلاه؟ ولكن لا تكون عادتي هكذا، ما افضلش كل صلاه اقول انا اصلي باهل بيتي واسيب في المسجد، لا، اعمل بين ده وبين ده. يعني ممكن اصلي لوحدي مره عشان انشغالي، ممكن اصلي مع زوجتي عشان اعلمها او عشان خاطر تسمع القران، وممكن اصلي مع في المسجد وده عشان اخد ثواب اكتر، وهكذا. يبقى صلاتك في بيتك اذا كانت من اجل ان زوجتك تشهد الجماعه، تشهد الجماعه، ومن اجل ايضا ان تخرجهم من حاله الكسل حتى يصلوا، ده اجر عظيم. ده ممكن يفضل صلاه الجماعه في المسجد اذا كان بهذا الغرض. ليه؟ عشان اخرج اولادي من لا صلاه، اخرج من هنا هم ما يصلوش من هنا، الولد والبنت يفضلوا كده متكاسلين ما يصلوش، فانا وجودي بيخليهم يصلي، اعمل ايه؟ اتواجد معهم واصلي بيهم جماعه، وان شاء الله فضل الله واسع، اخد ثواب الجماعه وثواب انني اعينهم على صلاه الصلاه في وقتها.